السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان الأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد ليوم الاثنين. كما كتشوفوا حالة الطقس غائمة، وكاين بعض الأمطار كتنزل من البارح النهار كامل، نهار الحد كتنزل وبقات الليل كامل، واليوم مازال كتنزل الأمطار. درجة الحرارة الآن كاينة جوج ديال الدرجات، والساعة 8:03. فهاد اليوم هذا غادي نجاوب على ثلاثه ديال الاسئله. غادي نجاوب واحد الاخت اللي قالت لك انها حامل وبغات تجي تولد هنا، واش يمكن ليها؟ وغادي نجاوب واحد الاخ اللي قال لك واش هاد البلاد كتستاهل هذوك التضحيات، انه ما تعرفوش بلي ديبلوم ديالك، واش كتستاهل ان انسان يجي ليها؟ وغادي نجاوب واحد الاخ اللي كيسول على اجون دو سيكوريتي، رجل الامن الخاص. بالنسبه للاخت، هذا الفيديو الاول. بالنسبه للاخت اللي كتسول على انها حامل وبغات تجي تدوز هنا، يمكن لك اختي تجي، بغات تجي تولد هنا. نعم يمكن لك اختي انك تجي وتولدي هنا. اش خصك تجيبي معاك؟ خصك تجيبي معاك الفلوس من طبيعه الحال. هذا نذكروا على الفلوس، ماشي بالمجان، لان ما عندك لا ورقه لا جوج هنا، راكي غير توريست. ثاني حاجه، تجيبي معاك السويفي ديال الطبيب ديالك اللي كان متبع معاك الحمل تما، ولا الطبيبه ديالك اللي كانت متبعه معاك الحمل تما في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس. تجيبي معاك الوريقات، وما تجيش في وقت اللي غيقرب فيه الوجع، يعني حتى تبقى لك سيمانه ولا 15 يوم ولا هذا، راه ما يخلوكش تجي، لانه ما يخافوا انك يجيك داك الولاده في الطياره، يقدر ما تيبغوش يضحي وما تيبغوش يخاطروا. ملي كتوصلي لهنا عندك، راه غنشوف في صندوق الوصف، في لا ديسكريبسيون، في صندوق الوصف غادي نخلي لك واحد لو ليان، غتلقاي كاع هاد المعلومات وزياده على هاد المعلومات اللي تنقول لك، غتلقاي الزياده عليها وغتقراي عليها. ملي كتوصلي لهنا راه قلت لك ماشي بالمجان، الا انا جيت توريست، ما عندك لا ناناز لا تدفعي لا ضرائب، ما عندك لا جنسيه لا اقامه دائمه لا والو. كتجي ملي كيجيك الوجع كتمشي للسبيطار، كيشدوك تما من طبيعه الحال، تيشوفوا الحاله الانسانيه ديالك هي الاولى، ما تيقولوش لك عطينا الفلوس عاد ندخلوك للسبيطار كما تيديروا في المغرب، عطينا الشيك عاد ندخلوك للسبيطار، لا كيدخلوك تولدي، ولكن راه غيبقاو متابعينك بواحد المبلغ ديال ما بين 5000، لان العمليه كتقام على حسب الصعوبه ديال العمليه، ما بين 5000 حتى ل 20000 دولار العمليه باش تقام. وهذه المعلومات راه غتلقايها في هذاك الوصف، هذاك الرابط اللي غنخلي لك. قلت لك ما بين 5000 حتى ل 20000 دولار، هذه العمليه على حسب الصعوبه ديالها. سولتيني قلت لي واش الولد يقدر ياخذ الجنسيه؟ من طبيعه الحال اي مولود تزاد هنا كياخذ الجنسيه اوتوماتيكمون، كياخذ الجنسيه الكنديه، كيتزاد سواء والديه عندهم الوراق ولا ما عندهمش الوراق كياخذ جنسيه، بينما الوالدين ما كياخذوش الوراق، هادي ديريها في بالك، ما كتاخذيش الوراق. انا كنت نعرف واحد المكسيكي تزادوا عنده الوليدات هنا، المراه دارت واحد الاجراءات، لان كاين واحد الاجراءات باش تدي الام، واخا اجراءات صعيبه شويه، من بعد كتاخذي الوراق، واخا كيطول الامد لان المده طويله شويه، ولكن الاب خصو يرجع، الا كان جا معاك خصو يرجع للمغرب ويبدا يحاول انه يدير محاولات ديال الهجره، يعني باش يدفع الوراق وداك الشيء، لان الولد ما يقدرش يجيبكم واخا عنده الجنسيه، يقدر يجيبكم ملي غيكمل 18 عام. ملي تيكمل 18 عام تيدير لكم الباريناج، كانه تيلم الشمل ديال والديه معاه هو وتيجيو يريحوا معاه، تيكمل 18 عام. 17 عام والقل ما يمكنش، و 18 عام والقل ما يمكنش. ونزيدك واحد المعلومه، وهو ان الولد ملي كيتزاد كاين اللي يعطيو عليه 6500 دولار، هذه اعانه في العام، 6500 دولار في العام، لان ما عندك لا ورقه لا جوج لا والو. وملي كيكمل تولي عنده فوق 6 سنين تولي يعطيك 5400 في العام، هذه غير اعانه، لان ما عندكش اوراق. ملي كيو عندك الوراق حاجه اخرى، ملي تولي عندك الوراق كتولي تشدي الاعانات، تتولي عندك الحق في انتيا باش تدوزي، ماذا ما عندكش انت ورقه، راه ما عندك حتى شي حاجه. هو الولد عنده مزايا كثيره، يقدر يمشي يدوز، يقدر يمشي، لان ماشي هو باقي صغير، ولكن تديه انت يدوز وهذا كل شيء على حسب الدوله، لان هو عنده جنسيه كنديه. المهم هذا كان مختصر غير باش تعرفي بانك راه تقدري تجي تولدي، ولكن راه كاين شويه المصاريف،
وكاين اجراءات باش تاخذي انت الوراق، راه ماشي الولد انه تزاد هنا الناس يمشيو غالطين تزاد هنا راه الاباء غياخذوا الجنسيه. لا يلاه نخليكم على خير، وان شاء الله في صندوق الوصف دخلي ليه، راه في صندوق الوصف غادي تلقاي المعلومات الكافيه اللي خليت لك دابا. يلاه نخليك على خير والى اللقاء بحول الله، ملتقانا في فيديو اخر بان شاء الله.